أهلا بكم. تسببت النيران المندلعة في باب عمارة سكنية بالقنيطرة مساء السبت 14 أغسطس 2021 في وفاة شخص عقب اختناقه بفعل الدخان. ووفق مصادر صحفية فإن الثلاثين المتوفى والمسمى قيد حياته ميم جيم أب لطفل لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي في المدينة عينها. المصدر ذاته أضاف أن سبب هذه النيران يعزى إلى وقوع تماس كهربائي أفضى إلى هذه النتيجة المأساوية مخلفا حزنا في نفوس عائلة وأقارب الضحية. تجدر الإشارة إلى أن الحادث استنفر عناصر الوقاية المدنية ورجال الأمن وأفراد القوات المساعدة من أجل إخماد الحريق وإنقاذ أرواح الساكنة المقيمة في الإقامة المذكورة، غير أن الأقدار الإلهية شاءت أن يفارق الضحية المذكور الحياة بفعل الاختناق. إني لله وإنا إليه راجعون. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.